وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قول الناظم رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه. الجهمي هو الذي يكون على مذهب الجهم بن صفوان، الذي أخذ مذهبه عن الجعد بن درهم، وهو إنكار الأسماء والصفات، إنكار الأسماء والصفات، هذا من مذهبه الخبيث. وإلا فله مذهب قبيح في عدة مسائل، لكن هذا منها إنكار الأسماء والصفات. وقوله قد هذه للتحقيق، مثل قد قامت الصلاة، قد سمع الله قول الذين قالوا، فقد تأتي للتحقيق وهو المراد هنا، وليست للتقليل مثل قد يجود البخيل، هذه للتقليل. وأما المراد بها هنا هو التحقيق، قد يعلم الله الذين، هذه التحقيق. أيضا أي كما أنكر الرؤية، رؤية الله عز وجل، فإنه أيضا ينكر إثبات اليدين لله عز وجل. والله جل وعلا له صفات ذاتية مثل اليدين والوجه والقدمين والأصابع، كل ما جاء الدليل بإثباته لله من صفات الذات فإننا نثبته لله عز وجل على حقيقته، خلافا للمعطلة وخلافا للممثلة. المعطلة الذين ينفون أسماء الله وصفاته وعلى رأسهم الجهمية، والممثلة الذين يغلون في الإثبات حتى يشبهوا صفات الله صفات خلقه، فهم على طرفي نقيض. هؤلاء غلوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته، وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه. وأهل السنة والجماعة وسط بين الفريقين، فيثبتون لله ما أثبته لنفسه من صفات الذات وصفات الأفعال، خلافا للمعطلة، إثباتا بلا تمثيل خلافا للمشبهة، على قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في قوله ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة، وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. الله جل وعلا له صفات ذاتية وله صفات فعلية، كالاستواء والنزول والخلق والرزق والكلام
غير ذلك من صفات أفعاله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ومن صفاته الذاتية اليدان، وقد جاء إثباتهما في كلام الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه، وكقوله تعالى: لما خلقت بيدي، قال لإبليس: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، يعني آدم عليه السلام، لما خلقت بيدي. وفي الحديث: يد الله ملأى سحاء من الليل والنهار، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة في إثبات اليدين واليد لله عز وجل على معناهما المعروف في اللغة، فهما يدان حقيقيتان، لكن ليست كيدي المخلوقين، بل هما يدان تليقان بجلال الله وعظمته لا يعلم كيفيتهما إلا الله جل وعلا. فنحن نثبتهما على معناهما الحقيقي، وننفي عنهما التمثيل والتشريه، فلا يشبهان يد المخلوق. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة تمشيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. شأنهم في ذلك، شأنهم في بقية الأسماء والصفات لله عز وجل. أما أهل التعطيل الذين ينفون اليدين عن الله جل وعلا كما ينفون عنه سائر الصفات، فإنهم يؤولون اليد بمعنى القدرة، بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة، معنى القدرة، فيقولون: لما خلقت بيدي أي بقدرتي. فيقال لهم: الله جل وعلا ذكر اليدين بالتثنية، بلفظ التثنية، فهل الله جل وعلا له قدرتان؟ هل له قدرتان أو قدرة واحدة؟ الله له قدرة واحدة، ليس له قدرتان. لما خلقت بيدي، هل يقال بقدرتي؟ لا أحد يقول هذا. وأما تؤولها بالنعمة، تقول: لك يد عندي، أي لك نعمة عندي، فهذا منفي عن يد الله عز وجل. وهل معنى قوله: لما خلقت بيدي بنعمتي، هل الله جل وعلا ليس له إلا نعمتان فقط، أو أن جميع النعم منه سبحانه وتعالى؟ ثم أيضا لا فرق بين آدم وغيره إذا فسرت اليد بالقدرة، فإن الله خلق جميع الخلق بقدرته سبحانه وتعالى، فلا مزية لآدم على غيره من البشر، والله جل وعلا ميزه بقوله: لما خلقت بيدي. فهذا وجه الرد على هؤلاء. وأما الممثلة فيرد عليهم القرآن قوله: ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد،
هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند هو الشبيه والمثيل، نهى أن يجعل لله أشباها وأمثالا من خلقه سبحانه وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء. فهذا هو مذهب الجهمية في مسألة اليدين لله عز وجل. وهذا الرد عليهم فيما تأولوا، ومذهب الممثلة والمشبهة أيضا، والرد عليهم من كلام الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: والسماوات مطويات بيمينه. وجاء لفظ اليمين والشمال في الحديث، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين. فهي شمال بمعنى اليمين، وذلك تنزيها ليده من التنقص، لأنه إذا سمع السامع إثبات الشمال لله ربما يقع في نفسه أنها مثل شمال المخلوق، لأن يد المخلوق الشمال ليست مثل اليمين، أنقص من اليمين. والشمال كما تعلمون لإزالة الأذى والتنظيف، وأما اليمين فهي لما يستطاب، والأخذ والإعطاء والأكل والشرب وغير ذلك. فإذا سمع السامع إثبات الشمال لله ربما يقع في نفسه أنها أنقص من اليمين، كما هو في المخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا التوهم وقال: وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. نعم. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه: وكلتا يديه بالفواضل تنفح. كلتا يدي الله جل وعلا بالفواضل، أي بالعطاء، بالعطاء والنعم، تنفح، تنفح يعني تعطي، تعطي الخلق وتمد الخلق. وفي الحديث: يده سحاء الليل والنهار، ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. فهو جل وعلا يعطي العطاء الذي لا حد له ولا نهاية له بيده الكريمة، يعطيه لعباده. نعم، هذا معنى بالفواضل، أي بالعطايا والإفضال من الله، تنفح يعني تعطي مستمرة، تعطي مستمرة في العطاء الذي لا ينقطع من الله سبحانه وتعالى. نعم. وقل: ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل. وفي الآية لما قال اليهود: يد الله مغلولة، يصفونه بالبخل، يصفون الله بالبخل، يد الله مغلولة، كناية عن البخل. قال الله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، يعني بالجود والعطاء والكرم. نعم. وقل: ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. قل أيها السني الذي تمسك بالكتاب والسنة، قل ولا تتردد: ينزل الجبار، ينزل جل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو أعلم بربه سبحانه وتعالى وما يليق به. فقل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وأثبت النزول لله عز وجل. وهذا من صفات الأفعال التي يفعلها الله جل وعلا بمشيئته وإرادته متى شاء. وهذا هذا النزول تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه جماعات من الصحابة وهو في الصحاح، وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مؤلفا مستقلا في شرح حديث النزول وهو مطبوع مفرد ومع المجموع، شرح حديث النزول بهذا العنوان، مجلد ضخم. فيجب إثبات النزول لله كما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. وهذا يدمغ المعطلة، يدمغ المعطلة، لأنه متواتر. ربما يقولون هذا حديث أحد كما هي عادتهم، لكن هذا ليس لهم فيه حيلة، لأنه متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا النزول مثل سائر صفاته يليق بجلاله، ما هو مثل نزول المخلوق، ما هو مثل نزول المخلوق، وإنما هو نزول الجبار جل وعلا. فما يليق بجلاله لا نعلم كيفيته، وإنما نثبته كما جاء مؤمنين به، لا نتأوله ولا نعطله ولا نمثله بنزول المخلوق عن المخلوق. فهو نزول يليق بعظمة الله جل وعلا. راحوا حول هذا الحديث يشرقون ويغربون، يريدون التخلص منه، فقالوا ينزل، يعني ينزل أمره، ينزل أمره. فيقال لهم الله الحديث فيه أنه يقول من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. هل الأمر يقول هذا؟ هل الأمر يقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ فهذا باطل، وإنما الذي يقول هذا هو الله سبحانه وتعالى. قالوا هذا ملك من الملائكة ينزل، ينزل ربنا، يعني ينزل ملك من الملائكة. هل الملك يقول من يستغفرني، من يسألني، ما هل من تائب فأتوب عليه؟ هل هذا يصدر من الملك أو يصدر من الرب سبحانه وتعالى؟ هل من الرب جل وعلا؟ فليس المراد ينزل أمره، وليس المراد ينزل ملك من الملائكة، لأن الأمر والملك لا يقولان هذه المقالات التي جاءت في الحديث. قالوا الليل يختلف باختلاف الأقطار نظرا لدوران الشمس حول الأرض، فهي تدور حول الأرض، فيكون نصفها نهارا ونصفها ليلا، يكون عندنا نهار ويكون عند الآخرين ليل والعكس.
نقول هذا لا ندخل فيه لأن هذا من أمر الله. فالذي سخر الليل والنهار وجعلهما يتعاقبان هو الذي أخبر أنه ينزل سبحانه وتعالى، فنحن نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية، كيف ينزل والليل يختلف باختلاف ثلث الليل يختلف باختلاف الأقاليم. نقول هذا لو كان نزول المخلوق، أما نزول الخالق أو ينزل كيف يشاء سبحانه وتعالى. قالوا النزول يلزم عليها الحركة والانتقال، فهل الله ينتقل من العرش إلى السماء الدنيا ويتحرك؟ نقول هذا بحث عن الكيفية، نحن نقول ينزل كما يشاء، لا نعلم الكيفية، لا نعلم الكيفية حتى تقولوا يلزم عليه الحركة والانتقال وإلى آخره. هذا بحث في الكيفية، ونحن لا نبحث في الكيفية. الله ينزل كيف يشاء، وهو على كل شيء قدير، وهو الذي خلق السماوات والأرض، فهو جل وعلا ينزل كما يشاء، لا نتدخل في هذا. ونحن نثبت النزول كما جاء كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، نثبت هذا ونؤمن به ولا نلتفت إلى وساوس هؤلاء الذين يستدركون على الله كأنهم يقولون إن النزول لا يليق بك يا ربنا لأنه كذا ولأنه كذا، فهم يستدركون على الله جل وعلا، يستدركون على الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم أعلم من الله وأعلم من الرسول بالله عز وجل. فهذا فيه سوء أدب مع الله جل وعلا. الله يثبت النزول وهم ينفونه ويقولون يلزم عليه كذا وكذا من اللوازم الباطلة. وقوله الجبار أي الله جل وعلا، من أسمائه الجبار المتكبر الجبار، والجبار له معاني، الجبار الذي يجبر عباده المنكسرين، الجبار بمعنى الذي يجبر عباده المنكسرين، والجبار بمعنى الذي تجري أحكامه على عباده، أحكامه القدرية الذي تجري أحكامه القدرية على عباده دون أن يمتنعوا منها. فهو جل وعلا جبار بمعنى أن أحكامه القدرية لا راد لها ولا معقب لها. والجبار من معانيه أيضا العالي، الجبار من معانيه اللغوية العالي المرتفع جل وعلا، والله فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. فالجبار له معاني، منها أنه يجبر المنكسرين من عباده ويرحمهم، ومنها أنه الناء الذي تنفذ أحكامه القدرية ولا أحد يتخلص منها، ومنها أنه المتعالي فوق خلقه سبحانه وتعالى. هذه المعاني الجبار. نعم. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. ينزل الجبار في كل ليلة كما جاء في الحديث. نعم. من غير كيف، يعني لا ندري عن كيفية النزول، لأن هذا لا يعلمه إلا الله، فلا يلزم
هذه اللوازم التي أوردوها لأننا لا نبحث عن الكيفية، الله على كل شيء قدير ولا يحيطون به علما، فلا يعلم كيفية ذاته ولا كيفية أسمائه وصفاته إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. وقل ينذر الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. جل عن الكيف، جل يعني تعاظم قدره وشأنه عن أن نكيف أو نعلم كيفية أسمائه وصفاته ومنها النزول، فنحن نثبت النزول ولا نبحث عن الكيفية، ما نبحث عن الكيفية كسائر الصفات، فالنزول معلوم وأما الكيف فهو مجهول، كما قال مالك رحمه الله في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذا في سائر الصفات. نعم. وقل ينذر الجبار جل وقل ينذر الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. ينزل الجبار في كل ليلة، وكذلك ينزل الجبار عشية عرفة، ينزل الجبار عشية عرفة فيباهي بعباده الملائكة ويقول انظروا إلى عباده أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا أيضا نزول، ينزل ربنا عشية عرفة إلى سماء الدنيا، كما أنه ينزل كل ليلة من ليالي السنة حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا من لطفه بعباده سبحانه ورحمته بهم. نعم. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا. جل الواحد، هذا من أسماء الله، الواحد الأحد الذي لا شريك له جل وعلا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله ولا في عبادته، فهو الواحد الذي ليس له شريك، المتمدح أي المتصف بصفات المدح والكمال. نعم. إلى طبق الدنيا يمن بفضله. إلى طبق الدنيا، إلى لأن السماء سبع طباق، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض بعضها فوق بعض، ينزل جل وعلا إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا التي تلي الأرض كيف يشاء سبحانه وتعالى. نعم. إلى طبق الدنيا يمن بفضله. إلى طبق الدنيا يعني السماء الدنيا، ما هي الدنيا الحياة في الدنيا، لا، طبق الدنيا يعني السماء الدنيا. نعم. التي تلي الأرض. نعم. إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يمن بفضله ويقول هل من سائل فأعطيه، هذا من وفضل من الله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، كل هذا من فضله سبحانه وتعالى، يعرض على عباده كرمه وجوده، ولهذا يستحب للمسلم أن يقوم آخر الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر أن يكون مستيقظا يصلي ويدعو الله ويستغفر، فإنه وقت قبول الدعاء، ولا ينام في هذا الوقت يحرم نفسه كما يفعل كثير من المحرومين الذين يسهرون الليل، فإذا
صار آخر الليل نام حتى عن صلاة الفجر عن الفريضة، هذا حرمان والعياذ بالله. فينبغي للمسلم أن ينام مبكرا حتى ويعود نفسه، يعود الشيء بالاعتياد، يعود نفسه أنه ينام أول الليل لأجل أن يقوم آخر الليل. فإذا عود نفسه هذا تعودت، أما إذا عودها الكسل والنوم فإنه يثقل عليها حتى القيام لصلاة الفجر. ينبغي للمسلم أن لا تفوته هذه الفرصة وهذا النداء الإلهي أن يكون حاضرا. الله جل وعلا يقول في المتقين إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار، الاستغفار وقت السحر له مزية على غيره من الأوقات. نعم. إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح أبواب الإجابة، تفتح أبواب السماء وأبواب الإجابة. فينبغي للمسلم أن يحضر في هذه الساعة وأن يستغفر ويتوب ويسأل، فإن أبواب الإجابة مفتوحة له، فرصة عظيمة. نعم. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا. ألا أداة تنبيه، ألا أداة تنبيه، ألا تنبه لما سيقال. ألا مستغفر، نعم. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا. يلقى غافرا، من يستغفرني فأغفر له. نعم. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. ومستمنح خيرا، يعني من يسأل الله عز وجل مما يشاء من الخير من الرزق من أي حاجة من حوائجه، يسأل الله حاجته التي يحتاج إليها. حوائج الناس تختلف، حوائج الناس تختلف، فيسأل الله أي حاجة فيها له خير، أي حاجة له فيها نفع وله فيها خير يسأل الله هذه الحاجة، فإن الله يعطيه في هذه الساعة أكثر من غيرها. الله جل وعلا قريب مجيب، يقبل التوبة ويغفر الذنوب في كل وقت، ولكن هناك أوقات لها خاصية، هناك أوقات لها خاصية تكون الإجابة فيها أكثر، مثل هذه مثل هذا الوقت، مثل هذا الوقت، مثل الساعة التي في يوم الجمعة وقت إجابة. فهناك أوقات، ومثل دعاء السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهناك أحوال تكون الإجابة فيها أقرب، مثل حالة السجود، مثل حالة السفر يمد يديه، مثل حالة الضرورة الاضطرار، أما يجيب المضطر إذا دعاه. فهناك أوقات وأحوال يكون الإجابة فيها أكثر من غيرها، وإلا فإن الله جل وعلا يغفر ويعطي ويسمع الدعاء ويجيب في كل وقت من ليل أو نهار. نعم. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. كيف الإنسان يصد عن هذا، كيف الإنسان يصد عن هذا وينام؟ ماذا يستفيد من النوم؟ كيف يغفل يلهو مع الفضائيات
ومع الإنترنت ويجلس مأسورا لا يتحرك شاخص البصر شاخص البصر لا يتحرك مع هذه مع هذا الصنم الخبيث ولا يمل ولا يتعب ويعرض عن ربه سبحانه وتعالى يعرض عن هذا الخير الكثير الذي هو بحاجة إليه هو بأشد الحاجة إليه فإنه لا غنى به عن الله جل وعلا طرفة عين فكيف يعرض الإنسان عن هذا ولا ينتبه له أو يذهب مذهب الجهمية والمعتزلة ولا شاعرة فيكذب والعياذ بالله هذا أشد أن يكذب بهذا النزول وينفيه ويتهاون به هذا أشد من الذي يعرض ولا ينفيه لكن يعرض ولا يتنبه له لو أن وقتا من الأوقات فيه توزيع نقود توزيع دراهم أو إن وقت من الأوقات فيه فتح مساهمة في شركة أو في والناس يرجون فيها الربح ماذا ترون الناس ماذا يصنعون أليس يتغامرون وحدث أن قتل بعضهم بعضا من الزحام لطلب الدنيا الفانية التي قد تحصل وقد لا تحصل وإن حصلت ربما تكون شرا وبلاء على صاحبها وربما يكون هذا وربما يكون هذه المساهمة أنها حرام ويدخلها الربا ويدخلها فهي كسب خبيث ومع هذا يتغامرون عليها ربما تكون من الميسر والقمار ومع هذا يتغامرون عليها ويقتتلون عندها ويجون مبكرين قبل البداءة في زمن لأجل كل واحد يصير قريب من محل العرض ولا يكون بعيد إذا كان هذا في أمر الدنيا فكيف يعرض عن أمر الآخرة الذي ما يحتاج له إلى ما يحتاج له إلى مزحام ولا يحتاج له إلى ومضمون الخير ما فيه غائلة ولا فيه مضمون خير محض ولا فيه زحام ولا فيه منافسات ولا فيه أصوات ولا فيه مغالبات كيف الإنسان يعرض عن هذا ويذهب إلى ما لا يدري عنه هل هو خير أو شر وهو إلى الشر أقرب في هذا الزمان الذي أصبح كثير من الناس لا يبالي بالحلال والحرام الشر والفتنة عظيمة بالأموال الآن مع هذا يتقاتل الناس عليها وأما الفرص مع الله جل وعلا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين الذي لا تستغني عنه طرفة عين كيف تغفل عن هذه الفرصة التي فتحها الله لك ولم يطلب منك أنك تسهر الليل كله آخر الليل قبل الفجر قبيل الفجر وما تقوم إلا قبيل الفجر بدقائق تشهد هذا المشهد العظيم وإذا بكرت فهو أفضل فكيف تفوت هذه الفرصة العظيمة تغفل عنها وربما لا تدركها في المستقبل ربما يكون هذا آخر حياتك ولا تدركها في المستقبل فما دمت في زمن الإمكان وما دمت غير مشغول فارغ فكيف تضيع هذه الفرصة العظيمة نعم
يقول ألا مستغفر يلقى غافرا المستغفر هو طالب المغفرة. نعم. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا وهو الله جل وعلا، فإن من أسمائه الغفار والغفور ذو المغفرة، هذا من أسماء الله جل وعلا الذي يستر الذنوب. الغفر معناه الستر، يسترها ويسترها بالعفو، يسترها بالعفو وعدم المؤاخذة. نعم. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. مستمنح يعني طالب للمنحة، طالب للمنحة وهي العطاء، هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم هل من سائل فأعطيه. نعم. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. نعم. روى ذاك قوم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله لا يرد حديثهم، لأنه حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حيلة فيه للجهمية والمعطلة، لا حيلة لهم فيه من ناحية السند. نعم. لا يرد حديثهم، ما في حيلة يرد. وخاب قوم كذبوا هذا الحديث ونفوا النزول عن الله وأولوا حديث الرسول بغير مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وافتروا على الله وكذبوا. نعم. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وهم الجهمية ومن سار على منهجهم، أصل البلاء هم الجهمية المعتزلة وكل من جاء بعدهم سار على نهجهم، فهم الذين فتحوا باب الضلالة العياذ بالله، هم الذين فتحوا باب الضلالة، وكل من جاء بعدهم من أهل الضلال فإنه تابع لهم. يتحقق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، كما أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فليحذر المسلم أن يكون من دعاة الضلال، لأنه لا يختص بإثم نفسه فقط، وإنما يتحمل آثام من اتبعوه لأنه غرهم خدعهم وفتح لهم باب الشر وصار قدوة في الشر. قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. الخطر شديد في هذا، هذا مما يؤكد على المسلم أن يكون قدوة في الخير وأن يدعو إلى الخير ويتجنب أن يكون داعية إلى الشر أو اتباع الهوى أو المخالفات، وإن كان عليها من عليها من الناس فإن الحق أحق أن يتبع. نعم. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. هذا بحث في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير القرون، الذين هم خير القرون، كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه.
قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، يعني تكون أربعة قرون. القرون يسمونها القرون المفضلة، يسمونها القرون المفضلة لهذا الحديث. وخير هذه القرون هو قرن الصحابة رضي الله عنه، وقد قال في وقد مدحهم الله في كتابه ورضي عنهم، قال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. مهاجرون والأنصار. وقال سبحانه وتعالى للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله جل وعلا أثنى عليهم ومدحهم بأنهم هم الصادقون، أولئك هم الصادقون، حصر الصدق فيهم مما يدل على فضلهم مكانتهم عند الله جل وعلا. يجي واحد من الزنادقة والملاحدة اللي يدعون الإسلام يتهجم على الصحابة ويذمهم، والله جل وعلا يقول أولئك هم الصادقون. هذا مكذب لله عز وجل، هذا مكذب لله. ثم قال في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني دار الهجرة وهم الأنصار في المدينة، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا ثناء على الأنصار ومدح لهم وذكر صفاتهم الحميدة. والله جل وعلا أثبت لهم الفلاح، من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، دليل على أنهم الله وقاهم شح أنفسهم أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني جوع، ولو كان بهم حاجة يؤثرون حاجة إخوانهم، كما أنهم لما هاجر إليهم إخوانهم واسوهم فتحوا لهم صدورهم وقلوبهم وأشركوهم في أموالهم وفي بيوتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال في الذين جاءوا من بعدهم، الذين جاءوا من بعدهم من بعد الصحابة إلى يوم القيامة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا فيه بيان الواجب للصحابة رضي الله عنهم، أنه الدعاء لهم والاستغفار لهم والاعتراف، الاعتراف بسبقهم للإيمان وسؤال الله أن ينزه قلوبنا من الغل والحقد عليهم والبغض لهم. فهذا فيه الثناء على الصحابة وبيان ما يجب لهم على من جاء بعدهم إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أحد أنفق مثل جبل أحد، تعرفون جبل أحد عند المدينة الجبل الكبير، لو واحد جاب كوم من الذهب الخالص وتصدق به كل ما بلغ في الأجر والثواب مثل صدقة الصحابي
بالمد من الطعام أو نصف المد. جبل الذهب ما يعادل المد من الطعام من غيرهم، وذلك لفضلهم وكانتهم. ثم هم رضي الله عنهم يتفاضلون فيما بينهم، لا شك المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن الله قدمهم في الذكر، ولأنهم تركوا أموالهم وأولادهم وأوطانهم وهاجروا في سبيل الله عز وجل، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. ثم أفضل المهاجرين الأربعة، الخلفاء الأربعة، أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع، خلفاء الراشدين. ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر الذين شهدوا بدرا، ثم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجر، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالله جل وعلا أخبر أنه رضي عنهم. يجي واحد من الفسقة والفجرة ويذم الصحابة والله قد رضي عنهم، قبح الله أهل السوء والضلال. ثم الذين أسلموا قبل الفتح، قبل فتح مكة أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. كلا، الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح، كلهم وعدهم الله الحسنى، وهي الجنة، وهي الجنة. فالصحابة لا يلحقهم أحد، لا يلحقهم أحد في الفضل مهما عمل، ولكن حسبه أن يحبهم وأن يقتدي بهم وأن يثني عليهم وأن لا يتنقص أحدا منهم ولا يتلمس أخطاءهم ولا يتدخل فيما حصل بينهم بسبب الفتنة التي دخلت عليهم من غير اختيارهم، فتنة جرها عليهم الأشرار من غير اختيارهم. فلا يتدخل أحد في شأن الصحابة إلا بالثناء والاستغفار لهم والترحم عليهم والاقتداء بهم ومحبتهم، محبتهم لأن الله يحبهم والرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم، فنحن نحب من يحبه الله ومن يحبه رسول الله. من أين وصل إلينا هذا الدين، هذا القرآن، هذه السنة؟ من أين وصلت إلينا؟ أليست عن طريق الصحابة؟ فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين بلغوا الدين لما تحملوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بلغوه لنا بأمانة. كل حديث تجد فيه صحابي عن فلان، عن أبي هريرة، عن أنس بن مالك، عن زيد بن ثابت، عن جابر، عن معاذ، كل هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظوا لنا سنته وحفظوا لنا القرآن، بلغوه لنا. ثم من هم الذين نشروا الإسلام في جهادهم ودعوتهم في المشارق والمغارب؟ أليس هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هم الذين قمعوا المرتدين والمعتدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين ثبت الله بهم هذا الدين لما أراد أهل الشر استغلال وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أرادوا التشكيك للدين وردة الناس وصرفهم عنه؟ ثبت الله هذا الدين
لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة أفضلهم وخيرهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذه بعض فضائلهم ومناقبهم رضي الله عنه. نعم.